بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم وبرنامجنا الحلوة بلادي مع لقائنا الثالث. اليوم أثناء سيري في بلدنا الحبيبة دمياط في الشارع الرئيسي شارع عمر مكرم الآن وفي طريقي لسوق السمك أو قنطرة، مريت من أمام مسجد سيدي أبي العباس الحريفي. حقيقة بترحم على الشيخ محمد دويدار عليه رحمة الله، كان الجنازة يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة. الشيخ محمد من الشخصيات الطيبة والنماذج العظيمة، ولا نزكي على الله أحدا، ولكن دائما يمثل الجذور والأصل طيب والبلد الطيبة. الشيخ محمد عليه رحمة الله ظل إماما لهذا المسجد فترة طويلة من الزمن، إمام خطيب. الحقيقة أنه ظل حتى بعد خروجه على المعاش لسنين طويلة. المسجد ذكرني بوالد الدكتورة عائشة عبد الرحمن، الشيخ محمد علي عبد الرحمن، والد عائشة عبد الرحمن الشهيرة ببنت الشاطئ. طبعا ميدان الساعة دمياط تم تطوير الحديقة اللي بتحمل اسم دكتورة عائشة عبد الرحمن، ولكن والد الدكتورة عائشة عبد الرحمن كما كانت تحكي هي كان يؤم الصلاة في مسجد سيدي أبي العباس الحريفي، هو نفس المسجد اللي كان فيه الشيخ محمد دويدار عليه رحمة الله. كان يؤم الصلاة و يجري حلقات التصوف في هذا المسجد من الأذكار والأدعية التي كانت تقام قبل صلاة الفجر. الحقيقة إن بيت والد الدكتور عائشة عبد الرحمن اللي هي تولدت فيه وتربت فيه هو مواجه لهذا المسجد. المسجد لما ندخل من كورنيش ويكون المسجد على اليمين في امتداد شارع صاعد، في هذه الحارة كان يوجد بيت والد الدكتور عائشة عبد الرحمن الذي ولدت وتربت فيه. لها ذكريات تحكيها وسوف نسردها عن هذا الجو وهذه المنطقة، ولكن اليوم وعلى عجالة أريد أن أتحدث عن ثقوب التاريخ. دكتور عائشة عبد الرحمن أهم الأعمال التي قامت بها والتي لا يعلمها كثير من الناس أنها سدت ثقوبا سوداء في تاريخ الإسلام والمسلمين المبكر. هناك في التاريخ ما يسمى بالثقوب السوداء، بمعنى أننا لا نجد كثير من الروايات ولا المعلومات عن الشخصيات أساسية ومهمة. على سبيل المثال لو نظرنا لشخصية أمنا خديجة رضي الله عنها فنجد أن المروي عنها قليل مقارنة بالدور العظيم الذي قامت به في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمر يشتد غموضا مع السيدة آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم. السيدة والدكتورة عائشة عبد الرحمن الدور العظيم الذي قامت به هو سد هذه الثقوب السوداء من خلال ما يعرف بالرواية التاريخية. الرواية التاريخية أي أنها تكتب قصة روائية مستندة على بعض الأحداث التاريخية القليلة بما يلائم هذه الشخصية. ويا جماعة الرواية التاريخية ليست تاريخا ولكنها سد لثقوب التاريخ. دكتور عائشة تحكي أنه أتتها رسالة من الملحق الثقافي في سفارة من سفارات مصر في الخارج عن طريق وزارة الخارجية تسأل هل هناك كتاب في المكتبة العربية عن أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر شغلها لأنها لم تجد في المكتبة كتابا عن شخصية عظيمة أنجبت النور العظيم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك عملت على تأليف كتاب أم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه من أنوار النبوة ونحن في شهر ربيع. ولذلك قامت الدكتورة عائشة بسد ثقب أسود كبير في السيرة وفي التاريخ الإسلامي حينما كتبت عن سيدات بيت النبوة زوج النبي خديجة، خديجة الكبرى أم المؤمنين رضي الله عنها، وأيضا عن بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتبت عن بنات النبي وعن النبي زوج وأب ومعلم. هذا هو الدور العظيم الذي ما سبق أحد عائشة عبد الرحمن إليه، وهي إحدى بركات والدها الشيخ الذي وهبها في صغرها للعلم، ولها قصص لعل
الزمان يمتد بنا لنحو، ولكن أريد أن ألفت النظر أن ثقوب التاريخ السوداء ليست قاصرة على السيرة وعلى الرعيل الأول من الشخصيات كأمنا خديجة. فهذه الثقوب موجودة في التاريخ بطوله وعرضه. نضرب أمثلة. حينما بنى السلطان حسن مسجده الشهير وهو أعظم مساجد العالم بلا منازع، حتى عده الأثريون هرم مصر الرابع، بنى السلطان حسن ابن قلاوون هذا المسجد كي يدفن فيه. ولكن أين السلطان حسن؟ لا نعلم. له قصة أسردها على أجل. السلطان حسن خرج من القلعة عشان يفر من حصار الأمير المتمرد عليه، ولكن تنقطع أخباره وما نعرفش الراجل ده راح فيه. كذلك السلطان الغوري آخر سلاطين المماليك بنى قبة ضريحية ومدرسة عظيمة كي يدفن فيها، وتسمى المنطقة باسمه الغورية، وهي من أشهر أحياء القاهرة الفاطمية. ولكن أين السلطان الغوري؟ له قصة، اسمع ما يروى فيها. السلطان الغوري سلطان المماليك خرج إلى مرج دابق لمواجهة العثمانيين، ولكن لم يعثر له على جثة. يا ترى مات فين؟ الدفن فين؟ قطعوا راسه جابوها؟ المماليك دفنوه في مكان؟ المماليك غيروا مكان الجثة خوفا عليه؟ لا، ده المماليك. كل هذا من قبيل الروايات التي قد تصيب وقد تخطئ. ليست الثقوب السوداء قاصرة على التاريخ الإسلامي، وليست قاصرة على التاريخ العربي، ولكنها ممتدة في التاريخ. هذه قصة في روسيا منذ 200 عام تقريبا، يحكيها الدكتور علي أدهم في كتابه القيم الشائق الماتع تلاقي الأكفاء. فاستمع لملخص هذه القصة. القيصر الروسي ألكسندر ابن القيصر بولس. ألكسندر تولى حكم روسيا سنة 1801 وهو عنده 21 سنة. جدته كانت تعلم ان ابوه مجنون، جدته لوالده، ولذلك كانت بتعده لكي تضعه على العرش وتتجاوز والده، ولذلك لقبه والده باسم بولس المجنون. طبعا القيصر بولس تولى العرش 4 سنوات ثم أطيح به في عملية دموية، ولذلك تولى ابنه ألكسندر. ألكسندر نتيجة لإعداده وتربيته بطريقة خاصة كان يفوق كل أقرانه في الثقافة والعلم والمعرفة والتفتح، وشخصية لذيذة وشخصية جميلة. ولذلك لما هيتولى الحكم هيحقق إنجازات وإصلاحات كثيرة في بداية حكمه، وهيتحالف مع نابليون ضد تركيا ويحقق انتصارات كتير. وطبعا بيذكروا أن الفضل يعود لمعلمه وأستاذه السويسري لاهارب. طبعا لا ننكر دور المعلم. ألكسندر حكم 24 سنة في فترة حكمه الأخيرة، وقع تحت تأثير وزيره أركشيف. وزيره أركشيف زاد من قبضته الحديدية وزين له أن يقمع وأن يتسلط ويتكبر. الرجل زاد حزنه بعد وفاة ابنه، وأيضا كان يؤلمه ما حدث لوالده. يقال أنه أثناء تجوله في يوم 19 نوفمبر 1825 أصيب بحمى خبيثة في تيتاجين روج في إحدى المقاطعات الروسية، وهناك دفن بعد أن مات بهذا المرض العضال. ولكن ظلت كتب التاريخ تحكي أن الرجل لم يمت، ولكنه تنكر بهذه الحيلة ليتخلص من أعباء الحكم، وأنه تنكر في زي راهب يسمى كوزوميتش في دور كوزوميتش، وأنه ظل حيا وأن له مشاهدات، فقد شوهد في مدينة توبوليسك في سيبيريا وفي غيرها من البلدان. أصبح المؤرخون بين مقر وبين منكر، وبين من يعتبر تلك خرافة ومن يعتبرها أسطورة. ولكن الحقيقة أن الثورة الشيوعية في عام 1927 الجماعة البلشوفيين قرروا نبش قبور قياصرة روسيا لأخذ ما يمكن الانتفاع به. فلما فتحوا قبر القيصر وجدوا التابوت الخاص به فارغا. إذن حقا وحقيقة الرجل ليس في التابوت. وفي عام 1900
29 يحكي فيكتور باسيلفسكي، وهو أحد كبار التجار ممن يملكون مناجم الذهب في سيبيريا، يحكي في مذكراته أنه في فترة من فترات حياته أتاه راهب قد زاد عمره على 90 عاما يسمى كروموف السيبيري، ويحكي له قصة راهب مات بين يديه يسمى فيدور كوزوفيتش، وأن هذا الراهب الذي مات بين يديه طاعنا في السن أقر له بأنه هو ألكسندر قيصر روسيا، وقدم له ما يثبت حقيقة قوله، وطلب منه أن يذهب إلى ابن أخيه قيصر روسيا الإكساندر الثاني ويخبره بحقيقة الأمر، وأن من في التابوت ليس هو ألكسندر عم ولكنه جندي مجهول. ذهب فعلا كريموف السيبيري إلى ألكسندر وقابله وأخبره سرا بأمر هذا التابوت، ولأن ظروف روسيا كانت مضطربة في هذا التوقيت أمر قيصر روسيا ألكسندر الثاني بنبش القبر وإخراج الجثة من التابوت، وقد فعل، ولذلك تم إخراج الجثة من المقابر الملكية قبل عام 1867 وصار التابوت فارغا. ولذلك ألف أمير يسمى الأمير بارايتينسكي ألف كتابا في هذا الأمر. هنا انجلت الحقيقة وانكشفت بعد أكثر من 100 عام، ولكن قد يعثر أحدنا الآن على أحد المؤلفات أو إحدى الأبحاث التي تتكلم عن شخصية ذلك الرجل، بين من يؤيد ومن ينكر، هل فعلا كان ألكسندر الأول كوزوموفيتش ذلك الراهب أم هو غير؟ ليس التاريخ دائما يحكي الحقيقة، وليس كل ما في التاريخ حقيقي، وليست الحقيقة كاملة موجودة في التاريخ، هناك ثقوب سوداء موجودة. في كل الأحوال أن الثقوب السوداء موجودة وستظل في التاريخ وإلى أن تقوم الساعة، ولتعلم أن ليس كل ما يروى في التاريخ حقيقة، وليست كل حقيقة موجودة في التاريخ. إلى هنا انتهى لقاءنا اليوم، ومع الحلوة بلادي وقصة جديدة من مكان جديد نلتقي سويا.